انت بدن عندها عالمك ايا كوجهده هشيسك اي ودان دخدخاديياش عالمك واي هورك عيان دلالك امريكانك مصر اي قدر وريق ودنبيه او ودا هادله ايا كوسو دمهاده دوها كوده دخدخاديياش ايا دمهادكي كولن كاشيغي ان هورمر لغا سميهو ودا هادلكا اسل ماركانا وها ميد مير دلا هادلكا كاسو بخاي دمهادكا شركه و خو موقدي مير رجع صوب ابوريا هضام حيت حسابت اوون او وقتكن لو فيلن كره هشيس حبه جوجين الا غارو وها كوزينينا دور قلب او كو شيغيا إن حبة جوجين تو أي تهمين ما نقاله وقت جنده. أديه جواير نيشنز. وهو كوسه لا يعني أديه جو تشوغا يوروبا ما كندا. أديه هلك هاجا أفريقيا كوسو كان سيد توصل لعقو كدير كرتو. تي ما كوغن عيا. يدك دك سيمو. كلا سو دك هاد بلاي ستور أما بيستور. واير نيشنز. أديه جلوب بوجي لنا ما هديه. كو. نتيا هو وصو أوت ماي. لقصو بلعبان نوفمبر سنة كيوهرة. وهو هذا الديد دنا أو مركز كويت كيسنة إن حبة دوسي سعوتو. رزارة إسرائيل بنشامين نتيا هو. كاسو أمي سنة إنه حماس سواء أفتري كرو مع بيست سواء فرن كرو ما ملك قسل لو وريق كرو إسلامر كان أددك أبريك عيه أي سنسون نقن دونين وارتي قولوا أددك إسا إسرائيل كواسو إنت ميدك تأيه كور راعين إنه دقال كسي أم بقاعدو سبح كستان الله إنت قزة إيا شعب كرا فلسطين لسي ولو نتياه وحو استعمالي أود كسو أولها مرايقن كونا سبب حل لأي أقرب استعيقن يدلال كرر قلباتكو وحا قسل لو داد قرية عيدن كاللوكتو أو كوهو بيسان تانجية عسرية وحانا دوشا كالسعود عيدن كعيركا او كاشانا يد يارداها الدقالك ايشيل كاشانان يوكو ودا اس ودا كوبية طوان بل او دقالك ودين نتياهو وحا حاليالي لبقل درو او قدها كواسو سودة دا چنكرا حد اينو هشيس قاتو كو سراكيش عيدن كيسو او ديدن سيس عشاد الدقالك مركي يوغو هرسي اي عيدن كإسرائيل تاريخ دا وحا اي دلبانا يعني كبحان ماني كقسا تليها قود اي عيدن كإسرائيل نينك لوغو مقعابا هارتس هالفاني ayaa sheegay in DR uu yihiin inay dagaalka joojiyaan hadiiba xal aan ku helayna ayuu yiri ciidanka sirdoorka Israa'il oo Mosul loo yaqaanana kooda waxay maalmada jibciisa soo saareen war sheegaya in aan la sii wadi doonin hawlgalka ciidanka lugta Israa'il ee wali xasuuqa ka wada qasa sirdoonku waxay sheegeen inaysan gaari karin wax guul ah sidoo kalena waxay sheegeen in qasabta in qasab laga soo baxo tan waxa ay muujisay in sirdoonka Mossad oo sheegay in aan guul laga gaarin karin dagaalka qasa in ciidanka lugtu aysan waxba dhaqaajin karin أحدي كوحدة ولا هذلك إيه قدر وهل لقى سلحكت إن كوحدة ولا هذلك أوقع برسان إسرائيل أيو قلادين إن عيدا كان لقى قادة هل كلو يقان في الديفيا أما السلاح الدين وأه مرن كإسكو حرام مصر إيه قسا واركا كسو بحا عيدا كإسرائيل يكسر دون كبا وحو تقبح كو أهان نتياهو وحان أفرا إنو قاتة ولا هذل أما إنو سوقن عيو عيدا كأو دقال كسي وضو لابو كعدون سياسي أو حكومة دي سكر نحجراء sanadkii 2022 xukuumadda Israa'il waxay ku dhisantay isbahaysi midigta foga waxayna xukuumadda oo hoggaaminaya Netanyahu aqlabiyad siiyay labada nin ee xag jirka ee la yiraahdo Smurch iyo Ben-Gvir labada nin ayaana cidda go'aanka xukuumadiisa leh balse sharciyada waaxda garsoorka ee keenay in dadka Israa'il diidan ayaa taageeradiisa hoos u dhigay taasoo xubno badan oo wasiirada ay banaanka ka istaageen oo ay kula loolameen dagaalkii qasa ayaa ahaa sabab laba aflaa haddii uu ku guuleysan lahaa Netanyahu inuu saddexdi ujeeddo ee dagaalka u galay mid ka mid ah gaari lahaa waxa uu noqon lahaa haliyey balse inaan maxabiista la soo furan Hamas hubka laga dhigin qasana ciidankiisu ka carar yihiin waxay keentay in xukuumadiisu gudaheeda ay ka dhumato wasiirka tunka weyn Yuvaf Galanti ayaa mucaaradnimo la soo taagan bannaanka waxa uu ka haystaa inta badan golaha dagaalka ee xukuumadda Netanyahu golaha dagaalka ayaana qaba إن هديبة أي لا شقيني أن تياهو وأنو هشيس حبة جوجينا قاتا ونوهو جان سما دادالك دحدي هادن تعالميقا سي لوسو أفترد درير تقزا حيزاد قده حكومة دي سكاهي ستان تياهو أيا كميدا سابها كيني إن هشيس لقاتو وانا رينك لا أخص بيسان نتياهو موقتا إن تكتور شافي عادن درير لو أقوان صدي دقترك غلي مدو قوة ناكسان دالكينا صوماليا أحنا دقترك يقوه الرئيه يدالك كفوليا خلي مدى عسر قاهي اللسركا وهيغم كوية هاي اسبتال قشافي مغالدة مقدشو مركا أن كتاك نقودها إسرائيل وحا جرق قضب كلا أخص بيان نتياهو كواسو أن كوتشرين قعانتيسا بلسا إتاينو أقبل السوجيدين تا حبت جوچين أه أو دك دقينو أقبلو لابد در ميد دورو أو تي دران دورو أيا لغو خص بي نتياهو رزارها إسرائيل أيا لغا يابان دوان لغو خص بي إنو دورتا إنو أقلاده هشيت حبت جوچين أو لغا لغا حماس أما إن حكومة دي سلمي سأود ده مدبلا أن نتياهو وحا وسي اسكو ديلتران اسكو وده لابدان كلا دورشو اسكو ديدا انو حتا كيف كراحة بجوجين جوكتا اسكو كو ايدين اي حماس دلب يادا دلانتياد كا بربر كوري جدي هوري اي وده هادالكا لكن كدي مركي مدحوناها مرايكي جوب بايدا وسي عادو قي حيسو جيدين تيسو قدن بيسي احبا جوجين تا اسرائيل تمعيه ايان نقون كرتا
mid horseedi karta xabad joojin joogta oo Hamas laga yaabo in ay diyaar u tahay inay aqbasho hadii sidaasi la aado Netanyahu waa u dhamaatay ma ka meermeeri karaan Netanyahu xabad joojinta laba cadeyn ayaa qeexaya sida xaalku ugu xun yahay Netanyahu tan koobaad waa in soo jeedinta heshiiska ay ka timid Biden oo ah madaxweynaha Mareykanka oo xilka ka tagaya oo raba in xisbigiisa uga tago ugu yaraan hal wax qabad oo ku faano taasina waa in xabad joojin dhacda waa arrin aad u daneynaya Biden maadaama xukunka ay si ay dul joogan dhaawacyo xukunka looga qaadan karo ay ka mid yihiin in Afghanistan ay la wareegto kooxda daalimaan muddadii dimuqraadigu xukunka joogay dhalalaha kale ee aadka loogu dhaleeceynay Biden iyo xisbigiisa waa habkii uu maamulay soo galootiga sharci darrada iyo dagaalka Ukraine oo 3 sano ku socda hadii soo jeedinta Biden inta ay aqbasho Hamas Netanyahu diido markaas waxaa cad in dimuqraadiga ay fursad siinayaan Trump si aan taas u dhicin Biden iyo maamulkiisa waa ku khasban yihiin inay doorashada adag qaataan ka hor September bisha nagu soo wajahan tan labaad oo cadaadiska ku ah Netanyahu waa dalalka carabta oo mar haddii heshiiska dhici waayo noqonaya dhibanayaasha koobaad sababtuna waa in dadkoodu aysan raali ka ahayn siisocoshada xasuuqa socda iyo in Iran oo ka fuqasa ay diyaar u tahay inay qaado tallaabo ka dhana Israa'iil taasoo dalalka carabta gelinaysa marxalad deganaanshaha gudahooda heshiiska socda waxaa si adag ugu hawlan sirdoonada Masar Qatar Sacuudiga iyo Urdun dalalkan inay xasilooni helaan ayaa waxa ku xiran sida ay dagaalka qasa uga shaqeeyaan istaagidiisa dhowaan dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa Mareykanka u sheegay inaysan Israa'iil heshiis la sii ahaan karin iyadoo qasab gumaad ka socdo sababtan waxa uu sheegay inaan shacabkiisu sida raalli ku sii noqon karin haddii taas uu qaatana isagaba la dilayo si kastoo ay haatana Netanyahu ma haysto kala doorasho badan waana ku qasban yahay inuu qaato heshiis isagoo aan jeclayn guulna aan gaarin Hamas oo haysata furaha xabad joojinta dhammaan qodobada aan soo sheegnay waa kuwa fudud marka loo eego kaararka gacanta Hamas ku jira kuwaas oo kala ah awoodda sare oo dagaalka haddii aysan Hamas haysan ciidan ku filan xabad joojinta lagama wada hadleen mana jiri lahayn wax badan oo laga gorgortamo waxaana funi lahaa doonista iyo sida ay wax u yeerisay Israa'iil waqtiga la joogo waxaa korortay awoodda ciidan ee Hamas tan iyo intii la doortay Siix iyo Sinwaar sirdoonka reer galbeedku waxay sheegayaan inay Hamas laga adkaan karin waana ku raacsan dhinacaas dhinaca Mossad iyo Israa'iil laba maxabiis ay haysa Hamas waxa gacantooda ku jira wax ka badan 200 oo maxbuus ma jira ciid awood u leh inay soo furato ogaato meesha ay ku xiran yihiin ama magacyadoodaba dhawaan Hamas waxay baahisay in mid ka mid ah maxabiisa uu dhintay kadib markii askari ilaalinaya ehelkiisa Israa'iil duqeysay kadibna hab aar goorsiya u toogtay maxabuustaasa tani waa fariin ku socotay shaaraca Israa'iil waxayna kaliftay in sabtidii shalay ay dhacaan mudaharaadyadii ugu waaweynaa ee dhaca kuwa lagu dalbanayay in Netanyahu aqbalo heshiiska Hamas waxay kaligeed awooddaa inay xabad joojinta keento miiska Israa'iil iyo Netanyahu ma haystaan fursado badan oo ay isku beddeshaan saddex cadaadiska caalamka Netanyahu soo guul aan ka jooga dagaalka ciidankiisu niyad jabayaan taliyaashiisu ka hor yimaadeen xukuumaddiisi ay ku kacsan tahay kumanaan Israa'iilna ay ku dibad baxayaan ayuu xaalku sii xumeeyey waxaana uu dilay Ismaaciil Haniyeh oo ahaa hogaamiyaha wadahadalka iyo madaxii kooxda iska caabinta ee Hamas sidoo kale waxa uu dilay taliyaha ciidanka Xisbullah Fuad Shukri dilkii labada nin ee Netanyahu waxay u ahayd tallaabo uu ku mideyn karo dadkiisa balse waxaa ka dhashay in dagaalku waji kalaba yeeshay Iran waxay taageero weyn oo difaac ka heshay Ruushka sidoo kale waxa Ruushka farihiisa lagu arkay Suuriya Lubnaan iyo Yemen tan waxay ka dhigan tahay in reer galbeedku arkayeen khatar weyn oo ka dhalanaysa haddii gobolku dagaal aado danaha reer galbeedka ee gobolkan meeshan kama baxayaan Ruushkuna uu saameyn karo argoosi ka dhashay wixii Ukraine loogu geystay marka cadaadis noocaasi jiro Mareykanka iyo xulafadiisu carabtuna way ogtahay sida kaliya ee looga baaqan karo dagaalweyne gobolka ka dhaca inay tahay heshiis xabad joojin degdeg ah oo qasa ah waxaana iska cad in Netanyahu waqtigii ka dhamaaday heshiisna uu ku qasban yahay ugu dambeyn si kastaba Netanyahu waxa uu soo gaaray meel caqabadaha haysta ay ku qasban yihiin inuu luqad kaniini qaraa oo ah isdhiibidda sidaasna ku aqbalay heshiis xabad joojina tan ayaana ka dhigan guusha Hamas oo helaysa wixii ay u dagaalantay iyadoo la aaminsan yahay in waxa ugu weyn ee Hamas hadda ku qasbaya xabad joojinta laftirkeeda ay tahay dhimashada tirada badan ee shacabka rayidka gaaraysa haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC